مثل ما تعلمون المجلس الدولي للزيتون هو المنظمة الحكومية الوحيدة في العالم التي تعنى بقطاع زيت الزيتون وزيتون المائدة. في البداية أود أن أتقدم بأسمى عبارات الامتنان والشكر للشبكة العربية النسائية لزيت الزيتون وكافة الفريق على حسن التنظيم وحسن الضيافة والكرم. هذا الملتقى هو فرصة حتى يتجمع جميع ممثلات الشبكات العربية وجمعية باندولية أيضا الإيطالية وجميع الفاعلين في قطاع زيت الزيتون وزيتون المائدة حتى تكون هناك شراكات ويكون هناك نشر ثقافة استهلاك زيت الزيتون. ومثل ما تعلمون المجلس الدولي للزيتون هو المنظمة الحكومية الوحيدة في العالم التي تعنى بقطاع زيت الزيتون وزيتون المائدة، وقد تأسس سنة 1959 بمدريد في إسبانيا، وهدفه هو تطوير وتشجيع على التعاون الفني بين كافة الأعضاء. ويعني الأعضاء نحن لدينا الآن أكثر من 20 عضو في يعني مجال من منتجين مصدرين لزيت الزيتون وزيتون المائدة، يمثلون 46 بلد من جميع العالم وأهمهم الاتحاد الأوروبي، طبعا الأردن الشقيق وكافة الدول العربية وخاصة بلدان البحر الأبيض المتوسط، هما يمثلون أكثر من 98% من إنتاج الزيتون. نتشرف اليوم بإقامة هذا الملتقى العلمي الدولي للشبكة النسائية العربية بحضور 23 ضيفة من دول العالم وبرعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي المعظمة التي أصبحت برئيس فخري للشبكة النسائية الأردنية لزيت الزيتون. اليوم معنا خبيرات من دول العالم للحديث عن زيت الزيتون معجزة حوض البحر الأبيض المتوسط، وأيضا معنا من القطاع الزيتون الأردني الدائم والمجلس الدولي للزيتون في إسبانيا ومؤسسة باندوليا الإيطالية، وهم شركاء لنشر ثقافة زيت الزيتون البكر الممتاز كغذاء ودواء وصحة المرأة في اليوم العالمي للعمل من أجل صحة المرأة. Sono molto emozionata ad essere qui, ringrazio tutti per l'invito a nome mio e di tutte le associate. È una importante occasione per promuovere l'associazione Pandolia in tutti i paesi arabi per diffondere la cultura dell'olio di qualità nelle scuole e in attività legate alla salute della donna.